الطيور المهاجرة والتي تنوي التغريدة بعيداً عن الدور الموريتاني أخيراً تحدد الزمان والمكان وتنطلق محلقة في سماء الاحتراف بحثاً عن مكان أكثر أماناً فيه تصول وتجول في مناخ ملائم تظهر فيه فنياتها ومهاراتها. فمنها من هبط في إحدى دوريات البلدان المجاورة كالمغرب وتونس، ومنها من وصل في الطيران لأبعد نقطة بحثاً عن دوري مناسب ويليق بها وبمكانتها مثل الدوريات الأوروبية. لاعبان شابان هادئان وخلوقان برزا في الآونة الأخيرة مع الغواصة البرتقالية هناك في العاصمة الاقتصادية وذبو، وأثبتا للغير أنهما فعلاً من طينة مغايرة ونادرة. وكان من بين الأعمدة الأساسية للنادي البرتقالي أفسن وذبوه في السنتين الماضيتين، حيث اعتمد عليهما كثيرا في رحلة بحثه عن بطولة الدوري الموريتاني. كذلك الفرنسي الجديد كورنتان مارتينز ضمهما لتشكيلة المنتخب الوطني الحالية. المدافع أبوسي أو صخرة الدفاع كما يطلق عليه هناك في العاصمة الاقتصادية وذبوه حط الرحال في تونس بعد تلقيه دعوة من نادي الملعب التونسي صحبة المهاجم عبد الله السوداني، ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لبعض الاختبارات مع النادي في الأسابيع القادمة. وفي حال تمكن اللاعبان من تخطي جميع الاختبارات سيوقع معهما النادي التونسي ويعول عليهما كثيرا في نسخة الدوري التونسي القادمة. بعد ارتفاع سهم المهاجم إسماعيل جاكيتي في الدوري التونسي صحبة نادي حمام الأنف تفتحت أعين السماسرة التونسيين على الدوري الموريتاني، وصارت ترصد كل واردة وشاردة من شأنها أن تكون بداية لصفقة رابحة، على خلفية أن اللاعب الموريتاني كل همه الأول والأخير هو أن يسلك طريق الاحتراف، وبعد ذلك لكل مقام حديث.